امتلك وحدتك بفيو الايكونيك تاور من قلب حي الداون تاون. لتفاصيل اكتر كمل معانا الفيديو الاخر. انا زياد اسرف سينيور سيلز من في ديفلوبمنت، جاي النهارده اكلمكم على مشروع ماس تاور. ماس تاور هو تاني مشروعات شركه في، نقلنا فيه خبراتنا على مدار 40 سنه في السوق العقاري جوه مصر وبره مصر، باكتر من 3200 مشروع في مصر و350 مشروع في الامارات. بدايه من اللوكيشن بتاع ماس تاور اللي كنا موفقين فيه بشكل كبير قوي. ماس تاور هو لوكيشن مميز جدا على المحور الغربي، واخد 3 نواصي، المحور الغربي اللي عرضه 70 متر، الشارع الجانبي بتاعه 40 متر، وفي ظهري باركنج مساحته 5 فدان. من النقط المميزه جدا في اللوكيشن انها ما فيش اي ارتفاعات قدامي، عندي اوبن فيو للايكونيك تاور والفندق الماسا، كل معالم العاصمه الاداريه قدامي، المثلث الخدمي اللي بيضم 2 مستشفى ونقطه شرطه، نقطة تعليمية، واي نشاط من دول هو كفيل انه يشغل المشروع بشكل كويس قوي. تاني حاجة قدامي حي التنزه والتسوق اللي هو ارتفاعه ارضي وخمس ادوار، فما فيش اي ارتفاعات قدامي وقادر اشوف معالم العاصمة الادارية كلها بشكل كويس قوي. ماس تاور هو ارضي و14 دور، من الارضي لحد التالت تجاري، من الرابع لل14 اداري وطبي. المشروع ليه 3 مداخل ب6 اسانسير، كل نشاط اسانسير ومدخل خاص بيه، ودي كانت من النقط المهمة جدا عشان ما نعملش فيك ترافيك في المشروع، عشان استخدام المشروع يبقى سهل ويبقى مميز ومختلف عن اللي حواليه، يبقى عندك برودكت مختلف فسهل في اعادة بيعه وسهل في تشغيله وسهل في ايجاره. احنا في ماس تاور وفرنا لك كل عوامل النجاح لكل الانشطه اللي بنشغلها. المشروع بيضم 3 انشطه، بدايه من التجاري اللي هو دايما بيهمه انه يبقى متشاف بشكل كويس ويهمه انه يبقى فيه ترافيك. انت عندك ترافيك كويس جدا في المشروع، بدايه من المحور الغربي اللي هو محور رئيسي، رابط من الصينيه اللي موجوده على محور بنزايد تحت اللي عليها الكاتدرائيه، بيوديك للحي الحكومي والحي المالي. تاني حاجه، انت في مبنى 14 دور، فعندك يوميا ترافيك ثابت في قطاع العيادات والقطاع الاداري، يقدر يستخدم التجاري عندك تحت بتاعت الماس والمجوهرات والذهب، ودي كانت نقطة مهمة جدا انك يبقى عندك تخصص في المشروع، فهيخليك مبنى لاند مارك ومبنى مميز. اي حد بيدور على حاجة ليها علاقة بالمجوهرات او الذهب هو عارف هيروح فين وعارف ماس تاور، فاصبح المشروع هو لاند مارك في الاريا دي. ننقل للقطاع الاداري اللي دايما بيهمه حتة سهولة الوصول وان هو يبقى فيه اكسسبيلتي ليه، وبيهمه دايما اللاند مارك. انت مش محتاج توصف عنوانك وتقول انك قريب من لاند مارك، انت اصلا في مبنى لاند مارك، فعنوانك هيبقى ماس تاور. وسهولة الوصول متوفرة عندنا بشكل كبير قوي، لان احنا على محاور رئيسية اللي هو من الارضي لحد الرابع. القطاع التجاري دايما بيهمه ان هو يبقى متشاف وان يبقى ليه ترافيك كويس، احنا موفرين ترافيك كويس عشان اللوكيشن اللي على المحور الغربي والباركنج، غير انك في مبنى ارضي و14 دور في 10 ادوار اداري وقطاع طبي كلهم بيستخدموا القطاع التجاري. الحاجات المميزة جدا عندنا في القطاع التجاري الدور الاول، لان الدور الاول مخصص عندي المحلات الماس والمجوهرات والذهب، وحتة التخصص دي بتخلي المشروع دايما لاند مارك ودايما معروف في الاريا دي. القطاع الاداري اللي من اهم الحاجات اللي بيدور عليها دايما انه يبقى في منطقة فيها حتة لاند مارك، سهولة الوصول متوفرة جدا من اللوكيشن والباركينج والمحاور الرئيسية. وحتة اللاند مارك، انت مش محتاج لاند مارك يبقى قريب منك عشان انت اصلا مبنى لاند مارك، انت الوحيد اللي موجود في الاريا دي متخصص في حتة الماس والذهب ومعروف جدا في المنطقة. نقل للقطاع الطبي اللي دايما بيهمه الخدمات اللي بتبقى حواليه، وبيهمه انه يبقى قريب من الانشطة الطبية. انت موجود قدام 2 مستشفى من اصل 3 مستشفيات في حي الداون تاون، موفرين لك خدمات كتير، فانت مش محتاج غير اوضة الكشف بتاعة الدكتور، من ريسبشن لويتنج اريا لموبايل ابلكيشن تقدر تحجز بيه مع الدكتور بتاعك وتتابع مواعيدك. سريعا نتنقل للاسعار والمساحات. متوسط مساحات ماس تاور 30 متر في كل الانشطه، اسعارنا في متوسط ال 2 مليون. انظمه السداد بتاعتنا بتبدا من 8% مقدم بخصم بيوصل ل 42%، وتقدر تقسط الكاش على 8 سنين بانظمه عوائد متميزه جدا بتوصل ل 90% من المقدم بتاعك، وانظمه تانية تقدر تدفع فيها مقدم وما تدفعش صاد غير مع الاستلام بتاعك وتاخد عليها عائد. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر كلمنا على الرقم اللي موجود على الشاشه او من خلال لينك الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن، وهنساعدك في اختيار واحده. معاكم زياد اشرف سينيور سيلز من في ديفلوبمنتس.